وجناليه وجدت راه دام نهاره اصلي وليها عباد الله. ويا ودي يا احمد واش انت هالعرش كنت فيه عمال غادي تحضر وغادي تقاهد عباد الله اقعدوا غير الشخصيات كلها وعلى قداه وعيطولي على عمر طليب فايرة وكامل خيو فايرة وما الحاج محمد فإذا جاء وجاب الأولاد معاه أنا صحيت وما قديت شي نهدار معاه أغراد ها هو خي كامل أغراد يا كامل أغراد وياك اللي دار شي كاي لقاه انا الخير والله ما كان انساه والشر والله ما كان انساه صح حاجه ما كتنسى الحاج محمد اللي كتعرف جدو وباه والله ما يهمك عراه ابعد الله الحاج محمد فجا وجاب الاولاد معاه انا صحيت نهدار معاه على قدر ما نسيناش اللي دوزناه والحاج محمد طلب العفو ما عند الله هموم ما زال في الهراوه والكلب على قفاه وبصح بلاد بخسره يدير يقينه في الله الرانات هي هادي ومودع الجواد وسناه الحاج محمد سير الكتاب حبيبي وقراه 40 والي مدفونة في هاد الأرض ومنصورة ما عند كريم العيلة كلام يديرو في راسك وقراه وعندك تمشي تنسى هاد العرض بربعين والي باش دا منها الله ربي و يا ودي مرضي سي محمد صحابي الخارج الجالية المغربية وسينا سينو كل هالتشين تحية البريكسل حاج محمد Ha ha ha!
Thank you.
يا ايامي صليت على وسطك هكا Yeah.